وفي نيويورك التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بمقر الأمم المتحدة، حيث أكد البرهان حرص الخرطوم على استمرار التعاون المشترك مع موسكو. كان البرهان قد أكد أن الجيش السوداني ليست لديه نية للبقاء في الحكم، مشيرا إلى أن جهوده في الفترة الحالية ترتكز على تأمين انتقال سياسي سلس في البلاد. جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومعنا من الخرطوم مراسلتنا رشا الرشيد. رشا، ومن نيويورك تصريحات لافتة لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: لسنا جزء من العملية السياسية ودورنا يرتكز فقط على تأمين الانتقال السياسي السلس والتعاون مع موسكو سيكون مستمر. كيف تتفاعل كل هذه التصريحات في الشارع السوداني؟ نعم تسابيح، الجزئية الأولى من حديثك وهو تصريح البرهان كما جاء في الخبر عن ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العملية السياسية، هذا ما ظل يؤكده منذ الرابع من يوليو عن ابتعاد المؤسسة وجعل السياسة للسياسيين والقوى السياسية فقط، هذا ما ظل يؤكده عبر وكالات الأنباء وأيضا عبر التصريحات مختلفة، وهو يجعل الكرة في ملعب السياسيين بأن يتفقوا جميعا على مبادرة واحدة أو خط مدني واحد لضمان إكمال الفترة الانتقالية. هذا اللقاء الذي جمعه مع غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا وزير الخارجية الروسي وغيرهم أيضا من اللقاءات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، هناك لقاءات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي لقاءات مهمة جمعت رئيس مجلس السيادة بهم. كان هناك عدد من القضايا، عدد من الموضوعات التي تتعلق بالسودان والشأن الداخلي في السودان والقضايا السياسية العالقة والأزمة السياسية أيضا في السودان. هذا اللقاء أيضا اللافت مع وزير الخارجية الروسي وتأكيد هذه الخطوات ودعم أيضا هذه العملية السياسية ككل. هذه خطوات ربما تجعل السودان فيه شيء، حسب محللين، فيه شيء من الانفتاح على العالم الخارجي بعد هذه اللقاءات القيمة. جانب آخر وقوة أخرى مناهضة ربما ترى بأن التعامل تم مع المؤسسة العسكرية بسلطة الأمر القائم بأنه لا بديل هناك سوى المؤسسة العسكرية التي تمثل السودان في الخارج. نعم، هناك أيضا تحرك مباشر من رئيس مجلس السيادة نحو مصر والتقاء مهم أيضا مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي. من الخرطوم مراسلتنا رشا الرشيد، شكرا جزيلا لك رشا.